مشوار من الفقرات اللي تم تعديلها بالحلة الجديدة لبرنامج لايف مشاهدينا. بعدنا عم نتجول بأجمل المناطق اللبنانية، إنما كمان عم نكتشف أطيب المطاعم والكافيز والزوايا اللي ممكن نكتشف أو نتذوق فيها مأكولات ضروري نجربها وما نروح علينا. وعم برافقنا كل أسبوع بهالفقرة السيد أنتوني رحيل. أهلا وسهلا فيك أنتوني. بونجور، كيفك؟ شرفتنا حضرتك. صاحب ويب سايت نو جارليك نو أنيونز، اللي مثل ما كلنا بنعرف أصبح مرجع لكل الناس اللي بيحبوا هيك يكتشفوا زوايا ما بنعرفها نحن يمكن كلبنانيين أو السواح اللي بيجوا على لبنان. أنت وفرت علينا المشاوير إذا بدك أو الجولة، وعم تكتشف هالأمور لوحدك. كل هدف المرجع ننزل على كل الضياع اللبنانية، نعم، حتى المدن اللبنانية، ونشوف انه لبنان فيه كثير اشياء حلوه بلا ما يكونوا كثير غاليين، بتعرف غلاء المعيشه، فمش ضروري واحد يروح ويدفع اوتيل غالي او مطعم غالي، في محلات مخبيه ناس صار لميات السنين من جد لبي عم تطبخ وعم تعمل اشياء من اجيال ورح نجرب نشوف قد ما بنقدر من احد لاحد. الاسبوع الماضي جولتوا بمدينه بيروت واكتشفتوا اطيب ترويقه، وبعرف كان عندنا خيارات كثيره. اليوم عم ننتقل للجنوب وتحديدا لمدينه سور العريقه، وكمان حتى نكتشف اطيب مأكولاتها. مزبوط، نزلنا على سور، سور نزلنا قضينا اكثر من 12 ساعه فيها، خلينا نشوف ريبورتاج. في ريبورتاج بيختصر كل الكلام، خلينا نشوف بالصوره اطيب المأكولات بسور. سور واحدة من أقدم المدن بلبنان وبالعالم بنوع الفينيقية، جينا من بيروت على سور لنتغدى لنتروق لنكتشف إشياء طيبة، وأكيد أخبركم عن هالمدينة العريقة اللي فيها كتير معالم سياحية. نهار طويل بلش كتير بكير بعد الساعة 7:30، خليكم معنا لنكتشف سوا سور. من 68؟ نعم. اي ساعة بتفتح بكرة؟ نحن نفتح 12:30 بالليل. في ناس بتروق على 2:30 بتكون بلشنا شغل زباين. وين ساعة بتسكر؟ يعني بنضل ل 10:30 لحتى 11:30، بتمرق عليك ايام الساعة 8 9 بنكون مخلصين. انا شو في غراض بيخلص بالمحل؟ خلص خلصت. لأنه تحضيرهم بده وقت. نيجي نحن نطلع من الشغل، منقيم هالرمل كلياته، نجيب الفول يعني ستولي نسقطهم بقلبه، نكبت الرمل عليهم، فتناهم. يعني واحد بيجي بياكل فول يلي هو كثير رخيص حق الصحن 3500، بس بده شغل 3 4 ساعات 24 ساعة. هلا نحن مش عم نشتغل، في لبكره بيضل بالفرن بتخمر 10 مساء بدي تحضر الشغل. لكن نحن شفنا انه هذا الخبز مشهور هون. اي صح. ترويقة فول بالسوق القديم، وصلنا على فرن الخبز يلي بيعطيهم خبز السخن اللي بتاكل مع الفول والحمص. بعد ما تروقنا فول اكلنا خبز زعتر، هلا مكفيين تتروق ثالث نوع ترويقه يلي هو الفتايل عند محفوظ. بهذا الوقت عم نضرب بالسوق، السوق اللي فيه من كل شيء. يعني جديد علي اني اكل لحمه بعد ما ذكركم بعد الساعه 9:30، فرح نطلب واحد فتايل. لكن نحن عند محفوظ يلي مشهور بالفتايل، ساندويتش كثير صغير مهضوم ناعم، في بقلبه بندوره طراطور وكبيس. مظبوط؟ لا كبيس بس بندوره وطراطور وفتايل فيليه. ما فيها طعمه لحمه كثير، طيبه خفيفة على بكرة. لكن بسور أو بياكلوا فول أو فتايل. نحن عم نتمشى على البور، اكتشفت محل بيعمل لحم مشوي على بكرة. هاي الساندويشة. لكن بدنا واحد لحمة. رشة ملح ورشة بهار. تمام. شكرا.
ثانية لمرقة على الخبزة، بهارات، شوية حل، لحمة طرية متكانش أنجس بيف. نحن اجمعنا كل يوم الساعة 3 من فيق 3 وجه الضوء 3 وجه الضوء ومنجهز حالنا من هون ومنطلع على المرفق بتصيرش الساعة 3 ونص ومنتجي صوب النقورة احيانا او صوب الشمال يعني صوب عدلون شعر يا بمشي بس صبر جاري زبي باشر قد نهار حلو تروانا فول ب 3000 ليره و500 صحن اكلنا ساندويتش لحمه بس ب 3000 ليره اكلنا ساندويتش فتايل بس ب 2000 قديش الحياه رخيصه هون وقديش حلوه نهار بلش كثير بكير وما عبالي يخلص من بعد ما خلصنا الترويقه وصلنا على البحر تنشرب فنجان قهوه كبايه عصير قبل ما نكفي نهارنا نروح نتغدى شو هالبحر الحلو اوتيل عمره 1000 سنه مدينه من ايام الفينيقيه عن جد قديش بلدنا حلو طلع هلا عم شوف سوق خضرة عيجي اخر العين اي ساعة بيفتح السوق؟ بيفتح الساعة 4-5 لحديث؟ كل النهار؟ كل النهار للساعة 9 بالليل بضلهم الخضرة كلها وطنية طازة وطنية طازة يومية يومية هاي انا خليها انا هالسفينة انا شوية توفي لكن بيت يا أنا واحد أنا بيت أنا أحيك يا الله رب طيب ليمون وبردان بردان وليمون هاري بعيدة من مرج عيون هذا عم يعرضوه على التلفزيون كوسا زهر لوبيا بامي ملوخية فاصولي عريضة خس بقدونس خس ورا الحياة حلوة ورا السور هي شط مش بس في اكل في عندهم شط ناس بتقول اطول شط بلبنان اطول شط رمل بلبنان في ناس بتقول اطول شط رمل بالشرق الاوسط يلي هو اسمه شط البلديه فيه اكثر من 50 خيمه نظمتهم البلديه محل ما واحد فيه يحط اغراضه ويتغدى السور شكلها مثل شبه جزيره كيف ما واحد يبرم راح يلاقي بحر من انظف البحور بلبنان واحد بيقدر يجي لهون يقضي النهار حتى يقضي ويكند مع كل الاوتيلات الموجودين ببحر رايق وينبسط كتير
المشوار إلا بأكلة سمك على البحر. سوا اليوم روقنا تغدينا سبحنا وغطسنا كمان نهار كتير حلو بوحدة من أحلى المدن اللبنانية بيخلص ببوزة من قلب المدينة لقونا المشوار الجاي شو هالجولة الرائعة أنتوني عن جد ما قلنا ألف بنرجع من مدينة سور وصار عنا سبب إضافي هلأ حتى نطلع على سور مش بس لمعالمها الأثرية الرائعة والشواطئ الجميلة اليوم اكتشفنا أنه في مأكولات تاخذ العقل بهالمدينة بأي انطباع أنت رجعت من سور؟ أنا رحت مثل أكيد كل الناس بتقول جنوب يعني يمكن منه كتير آمن أو ما بنعرف ليش بدنا نروح محل بعيد رجعت بانطباع واحدة من أكرم المدن اللي اكتشفتها ناس كتير مبسوطين شعب نابض كل العالم توعى كتير بكير الشغلة فاتت نظر إنه ببلشوا يأكلوا لحم ساعة سبعة بكرة فكهذا كانت تربية غريبة شوي إلي فليت تقريبا بساعة ستة سبعة عشية مبسوط فرح عبالي أرجع وعبالي أرجع هيدي المدينة اللي كلها حياة مش معقول شو حلو نحن أهل جنوب بنعجبك أهلا سهلا فيك بس بدك أدي حلو أنتوني أنه نحن عم نقدر نتجول بمختلف المناطق اللبنانية معكم أنتم مشاهدينا وكلها بإطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك موعدنا بيتجدد معك إن الله رد الأسبوع الجاي بعرف أن النهار ما كان مكلف أبدا وهذا الطلب وبعد البريك مشاهدينا رح نبقى مع توب 10 خليكم معنا